أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أول مرة وهو بكل خلق عليم قال من يحيي العظام وهي رميم خلق عليم
الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الصوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبين رحمه الله وتغمده الله واسع رحمته يا رب ان شاء الله. سيدنا محمد رسول الله. شكرا حبيبي. شكرا. جزاك الله خير. شكرا. وصلنا لحضره النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ووضعها للأنام فيها فاكهة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا أسميناه ومن كل فش أتيناه لسماع صوت عشقناه وحسن جمال رأيناه وتواضع قارئ عرفناه دكتور عبد الناصر حرك ما أحلاه دعوات لله ربي أن يرعاه فتح الله عليك يا مولانا. عفوا لا نزكي أنفسنا ربنا يبارك فيك جزاكم الله خير. الله تكبر. فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا الله
والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ نسألك الدعاء يا رسول الله الله عليك لا تنسى أن تبلغه سلامنا لا تنسى أن تبلغه سلامنا وتحياتنا والدعاء كده لنا جميعا إن شاء الله اللهم آمين يا رب تقبل منا ومنكم يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.